السلام عليكم، اهلا بيكم، معاكم كريم. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي ننزل جوجل كاميرا او تطبيق جوجل كاميرا على شاومي بوكو ام 3. طبعا اللي فاهمين في الحوار هيقولك هو الصور الجميله بتبقى عباره عن ايه؟ مستشعر كاميرا فوق عدسات وشويه حاجات كده فوق بعض، ومنها معالجه الصور. فخلينا نبدا على طول. كل اللي هنعمله الرابط هسيبهولك تحت، هتاخد الرابط ده كوبي وتروح على المتصفح بتاعك عادي خالص وتعمل بيست للرابط على طول. هتلاقي فتح لك صفحة التحميل العجيبة دي. كل اللي هتعمله هتنزل تحت وتدوس داونلود. هو بيقولك تحت هنا جاري تنزيل الملف. كده البرنامج نزل خلاص، بس انا مش عايزك تسطبه من المتصفح، انا عايزك تخش مدير الملفات بتاعك وتسطبه. دخلت مدير الملفات اهو، هتختار طبعا الذاكرة اللي انت بتنزل عليها اصلا. خلينا ندوس بقى اللي هي ذاكرة الداونلود. هنلاقي الملف فوق اهو، روح فين، هنلاقي ملف تحت اهو اسمه MGS مش عارف ايه ده، هندوس عليه. بيقولك هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ تقول ايوه تثبيت. وبالمناسبة عم ماشي كده، لو عايز تخلص من الاعلانات بتاعت التثبيت دي هتدوس على النجمة السداسية اللي فوق دي، هتدوس على الغاء تلقي التوصيات. خلينا بقى نفتح البرنامج كده. بيقول لك هل تريد السماح بالثلاث صور؟ طبعا سماح هو اساس عشان التصوير. هو عايز وصول للجي بي اس بتاعك او الموقع الجغرافي، انا ما بحبش اديله رفض. طبعا الوصول للصور والوساط انت مضطر للاسف، فهتدوس سماح. وبرده تسجيل الصوت سماح. طبعا هنا بقى شغال لك خاصيه النايت سايت، لو عايزين بقى نصور اي صوره بائسه. طبعا صورة بائسة جدا، طبعا هيفيدك اكتر في التصوير الليل. وطبعا بالكاميرا الامامية بقى لو عايزين ناخد صورة كده، طبعا دي الكاميرا الامامية، بس طبعا احنا عايزين يعني ايه تصوير الليل. طبعا هوريكم بقى صور بتصورها بالنايت سايت، وهتشوفوا جمال التصوير بالتطبيق ده. وطبعا دي ميزة ان المعالج هنا سناب دراجون، علشان تطبيق جوجل كاميرا مش عايز لف كتير فيه، علشان ما ياخدش وقت كبير في التصوير. هتلغي الاسترو فوتوغرافي، لان بتحتاج طبعا ان انت يكون عندك ستاند وعايز تصور جزئيه مثلا معينه في اضاءه ضعيفه جدا، فهياخد وقته 3 4 دقائق على بال ما يعمل معالجه للصوره وعلى بال ما يصور. فاول ما تلغيها هتصور عادي بسرعه بمعالجه ظريفه جدا للصور. بس ده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ده بقى ياريت تدوس لايك وشير للفيديو علشان نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبك المحتوى بتاعي ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفتكش اي فيديو. اترككم في رعاية الله وامان. السلام عليكم.